إمام الشافعي وحي كدودين ماشى إمانا يوه يا إمام أحمد بن حنبل أو يري أحمد بن حنبل وحو قوي سقيا إما كلا الله مديه إن سئنا قف صلاة تارك وصلاة صلاة كتجي إنه قالوا بيو إمام الشافعي وحي يري مركا هديو كه قالوا بو صلاة تارك وصلاة كهديو كه قالوا بو محوك إسلام يا وحير الشهادتين كو دواقة يا مركا وحير الشهادتين كأول بوا كو دواقة يا وحيو كو إسلام لها ولا قربا ده أول بلا إله إلا الله هو آمن سنا محمد رسول الله هو آمن سنا إن أي جنة يا نار يا بعث يا حساب يا ميزان يا إن أي حق تهي هو آمن سنا رسوش وارهما يسنا كتبتي وارهما يسنا صلاة بكتقي waxa uu ku soo islaamayay sheekh buuri markaas uu xiriir markaa salaadii uu tukanaya salaadii uu xiriir kaba ansixmayso haduu gaal aha qof gaal noqday oo murtad noqday waxa intaanu salaada gelin inuu islaanimada soo gala shardi yahay qof gaal salaadii kaba ansaxdo markaa waxa la yiraahdaa waxa weeyaan waa ka xujahelay ahadiistana waa la awilayaayo waxa weeye zajri iyo waxa lagu awilaya la iska canaananayo aan tarki salaad wa hadis aad u farabadan sababtoo ah waa arin marka dilkiisa isaga waajibinaysa in la dilo had loo dilo laakiinahu yuqtal wa kana wa la dilaya qofka salaada ka salkay wa sida uga tagay بشروط شروط بالغو دليا شروط آسو مذكورة لغو حسي في المضاولات كتب دار دار لغو حسي يضرب عنقه عنقه بالصيف بالغو دليا حد دنوي حد بالغو دليا ولو بصلاة واحدة هل صلاة بالله كدق بشروط بالغو دليا شروط آسو مذكورة لغو حسي في المضاولات كتب دار دار وهي شروط آسنا أن يطلبه الإمام إن وكطلبه إمام إمام أو نائبه وإن صلاتك إمام كيره هذا أما نائب كيسير هذا بأدائها صلاتك إذا شدد إن نائب كما إمام كطلبه إذا ضاق هذه وعرير يوم وقتها صلاة وقت جيد وهو يتوعده نأقوده بالقتل الدل إن أخرها إن أخرجها هدوك بحيو عن وقتها وقت جيدة هدوك بحيو إن ودي لي أنا أقوديو فإن أخرها هدو دبدو وأخرجها وكبحيو عنه عن وقتها وقت جيدة وكبحيو استحق القتل الدل بمضانيا فلو أبدا هدو موجيو للترك كتجد عذرا عذرا هدو موجيو عذرك صحيحا أي صحيحا وما سبادلا أي بادلا وامتنع منها صلاة دين وركاسي وصداء وغربتونا ضوي فلا يقتل للدل مها أيوه ويسغ الدوان الدعيا بجراء العقاب وعقابك عنه استغى حقي سبوكا قدعيا بالحد حدك بوكا قدعيا كغيره مركز حد كان غير كيس حال لمديا ومن أصحاب الكبائر أهو شخص كان تارك الصلاة كغير كيس حال لمديا ومن أصحاب الكبائر ثم مركز كذب القتل ذلك بعد خروج الوقت وقت بحديث كذب أيو دلك وهذا إنما دلك أسوأ بعد خروج الوقت وقت بحديث كذب هذا إنما إن كلامه هو قاتل يقول للتركب وسقنا ذي بلا عذر عذر الآن مع الطلب منه سقى حقي سلقى طلبا معيادة في الوقت وقت بحديث وامتناعه ديد مديسه من الفعل فعل كي أوديد أي بعده مركا كذب بعد طلب